تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى أبد الدهور آمين. السيد المسيح والشريعة يسوع قال لا تظنوا أني أتيت لأبطل الشريعة والأنبياء. متى 5:17 يسوع يتمم الشريعة، يسوع يتمم الوصايا العشر، يسوع يتمم الأنبياء، يسوع لم يبطل النبوات بل تممها، يسوع لم يبطل الشريعة بمعنى الشريعة الإلهية الصريحة الكلمات العشر. الآن ما معنى جئت لأتمم؟ الفعل الآرامي الذي نفرضه هو ملي، والفعل اليوناني بليروسي تعني يعطي الكمال. يسوع لا يحذف، بل لا يحذف شريعة خارجية جسدية، بل يعطيها معناها وعمقها وفحواها وملئها وكمالها بالروح، بالمعنى، بالمغزى. لأنه المعنى، المغزى، الهدف من الشرائع الخارجية الجسدية الطقسية من ختان ووضوء وسبت هو الطهارة. طهارة الإيمان وطهارة الأخلاق. طهارة الإيمان، إذن كان العبرانيون يتوهمون أنه يجب عليهم قتل الوثنيين، الرجال يعني، لأن هؤلاء الرجال الوثنيين كانوا حسب رأي العبرانيين يشكلون خطرا على التوحيد اليهودي. يسوع لا يزيل التوحيد، ولكن بدل الطريقة الخارجية يأتي إلى العمق. وما هو العمق؟ أنت حافظ على طهارة إيمانك ودينك وأخلاقك من غير أن تقتل الوثنيين. أنت حافظ على طهارة قلبك وفكرك من غير التشديد على طهارة أو نظافة جسدك. ولكن كان ضروريا لموسى كليم الله أن يشدد على نظافة الجسد في الأوساط الصحراوية القديمة. إذن يسوع يكمل. ما معنى يكمل؟ أن يعطي الكمال، يعطي الملء مثلا، وهذا ما نقرأه في إنجيل متى في 6 مفارقات موافقات. موافقات يعني توافق ما قيل، سمعتم أنه قيل، أما أنا فأقول لكم. وهنا يأتي التكميل، إعطاء الكمال. سمعتم أنه قيل لا تزني بالفعل بالجسد، أنا أقول لكم ليس فقط لا تزني وهو الشيء الخارجي الجسدي الملموس، بل الداخلي في النظر وفي الفكر. سمعتم أنه قيل لا تقتل وهي الجريمة الخارجية الجسدية، وهي طبعا من الوصايا العشر. أما أنا فأقول لكم، لا أقول لكم اقتلوا، بل أقول لكم وأقول لك لا تغضب، لأن الغضب هو في العمق هو أصل القتل. سمعتم أنه قيل لا تحنث، أي لا تحلف بالباطل. أما أنا أقول لكم ليس فقط لا تحلف بالباطل، بل لا تحلف البتة.
سمعتم أنه قيل العين بالعين والسن بالسن. أما أنا طبعا هذه العين بالعين والسن بالسن هذا لتحديد الشر، حتى أنه يساء إلى من أساء بقدر ما أساء وليس أكثر، حتى يقف الشر هنا. حصل اعتداء يحصل انتقام بنفس مقدار الاعتداء، ولكن يسوع يخشى أن يتم بعد الانتقام من المعتدي الاعتداء على المنتقم، أو الانتقام من الانتقام، الثأر من الثأر، فتدخل البشرية دوامة العنف كما قالها أيضا غاندي. إذا اضطررنا، إذا أتممنا العين بالعين والسن بالسن، أمسينا كلنا مكفوفي البصر يعني عميانا، وأنا أزيد وبلا أسنان. واليوم ذهبت إلى طبيب الأسنان. يقول يسوع: من طلق امرأته فليقدم لها كتاب طلاق. طبعا كتاب طلاق هذا حتى يكون هنالك شهود، حتى يكون هنالك شيء رسمي. ولكن يسوع يعيد الشعب العبري إلى البداية. في البدء لم يكن هكذا، بل موسى لقساوة قلوبكم أيها العبرانيون صرح لكم بأن تطلقوا، هذه رخصة من موسى، ولكن في البدء لم يكن هكذا. ولماذا هذه الرخصة؟ بسبب قساوة قلوبكم، قلوبكم كرجال، قلوبكم كنساء. لا نريد طبعا أن ندخل في التفاصيل، والبيوت أسرار كما يقول. سمعتم أنه قيل: أحبب قريبك وأبغض عدوك. من قريبي؟ عند اليهودي قريبي هو اليهودي الآخر، رعي. رعي هي من روعي، يعني زميلي في الرعاية، زميلي الراعي. وأيضا كان يعتقد أن الجير يعني الوثني الساكن في أرض اليهود أنه كان أيضا رعي قريبا لليهود من باب المصلحة أو من باب الواقعية، يعني بالعربي جارك القريب ولا أخوك البعيد. يسوع يقول: قريبي هو كل إنسان بما فيه السامري الذي أصبح قريبا للرجل اليهودي الذي وقع بين أيدي اللصوص، لوقا 10:25 وتابع. نلخص إذن كلامنا بأنه فعلا العهد القديم نفسه تنبأ إرميا 31:31 بعهد جديد، ليس بإله جديد، بل العهد الأول كان بسبب أوضاع الناس وبيئاتهم وضيق أفاقهم، كان فيه الكثير من الحرف والجسد والخارج. في العهد الجديد صار هنالك تعمق وتعميق من الحرف إلى الروح، من الجسد إلى النفس، ومن المظهر إلى الجوهر، هذا الجوهر الذي كان دائما موجودا في العهد القديم أيضا. وشكرا.